لسه كلامنا عن الرياضه ما خلصش، وجمهور الكوره حول العالم وبالتحديد محبي الفريق الملكي ريال مدريد والعملاق البافاري بايرن ميونخ مستنيين النهارده مباراه الفريقين في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الساعه 10 بالليل. بكل تاكيد الفرقتين قابلوا بعض يعني 26 مره تقريبا، وحسم بايرن ميونخ 12 مره لصالحه مقابل 11 مره لريال، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. ماتش قوي جدا يا شاذلي. طبعا بكل تاكيد، وكلنا مستنيين هذه المباراه عشان نستمتع بكره قدم حقيقيه. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المباراه من ضيفنا اللي معانا عبر زوم، الاستاذ رضا سليم الناقد الرياضي. استاذ رضا صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير جمانه، صباح الخير على كل اهل مصر. يا اهلا بيك يا فندم. هل يجوز لينا ان احنا نستند لتاريخ مواجهات الفرقتين، ولا مباراه النهارده هتكون مختلفه؟ أكيد أستاذ محمد، مباراة النهاردة نقول إن هي قمة الكلاسيكو في أوروبا. مباراة صعبة جدا على الفريقين، ما تقدرش تتكهن مين يفوز ومين يخسر. مباراة للمتعة، للشهرة، لوجبة كروية دسمة غير طبيعية. أنت عارفين مباريات دايما الدربيات الكبيرة لها مقاييس مختلفة تماما. يعني إحنا شفنا موقع أوكتا العالمي بيطلع احصائيات ويطلع الكلام ده، دايما قبل الدربيات بيطلع نسب مين يفوز ومين يخسر. حصل الكلام ده في كل المباريات في دوري ابطال اوروبا في نصف النهائي، كل توقعاته بره. يعني حتى التوقعات، يعني كان متوقع مانشستر سيتي يفوز، الريال فاز، كان متوقع الارسنال يفوز، باير فاز. فانت النهارده القمم او الكلاسيكو هي دي متعه كره القدم. بنشوف الجماهير في المدرجات عامله ازاي، بنشوف خارج التوقعات. خارج التوقعات. طيب يعني خلينا نستغل وجودك معانا وتقول لنا الطريقه اللي شايف انه هيعتمد عليها انشيلوتي النهارده عشان يقدر ان هو يفوز بالمباراه دي. استاذ جمال، قبل ما نخش على الموضوع هم هيلعبوا ازاي، لازم نتكلم على تقل المباراة. المباراة دي القيمة التسويقية بتاعتها تعادل حوالي 2 مليار يورو. يعني فريق البايرن 930 مليون يورو القيمة السوقية للفريق. أنت تتكلمي على ريال مدريد معدي 1.4 مليار يورو، ده قيمة لعيبته. وعنده بلينجهام أعلى لاعب، وعند في جمال موسيالي أعلى لاعب في البايرن. يعني نقول إن بلينجهام 180 مليون يورو، وفي نفس الوقت جمال موسيالا 110 مليون يورو في البايرن ميونخ. الكفتين متساويين، يعني هنتكلم على تاريخ، التاريخ لا ينحاز للمباريات في الدربات الكبيره. المباريات طبعا بكل تقلها، خلينا نقول ان صحف اوروبا خرجت وقالت حاجه، صحيفه اسبانيا اس الاسبانيه دي من اشهر الصحف العالميه والاسبانيه، خرجت وقالت كلاسيكو اوروبا. دي حديث الساعه، حديث السوشيال ميديا، حديث الاعلام في كل العالم. حتى الجماهير العربية في المنطقة العربية بتتعامل مع الحدث على انه حدث استثنائي، مستنيين كورة فيه بنسبة 100%. لازم نعرف ان الكلاسيكو ده كان بين بايرن ميونخ والريال، بدأ قبل 48 عاما. صوروا ان اعلى نسبة حضور جماهيري في دوري ابطال اوروبا من 48 عام كان في المباراه دي 111,000 مشجع حضر المباراه. لو جينا نتكلم على 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 نسبه التوقعات مين يفوز ومين يخسر، كل المواقع العالميه طلعت في الذهاب، كلنا عارفين ان في مباراه اياب. في الذهاب البايرن يفوز بنسبه 39%، الريال يفوز بنسبه 35%، و26% ده كان للتعادل بشكل عام. لو هنتكلم بقى بيلعبوا ازاي وانشيلوتي وطريقته، كل الفرق، كل مدرب بيتعامل مع المباريات دي بحسابات مختلفة، حسابات خطة مختلفة، حسابات أدوار للاعبين في الملعب، لهم أدوار هجومية ودفاعية وشغل في الوسط بطريقة أفضل عن المباريات اللي قبل كده. صحيح، وأنت بتتكلم عن حسابات كل مدير فني، لو هنتكلم على حسابات أنشيلوتي لأنه بيسعى هو كمان للقب خامس خاص بيه، فأعتقد إنه حساباته كمان هتكون أو دوافعه هتكون مختلفة. استاذ محمد، احنا انشيلوتي مدرب عالمي، شفنا ازاي قرا المباراه قدام مانشستر سيتي، استمتعنا بكوره يعني كوره مجنونه، رجع للمباراه ازاي وخد ووصل ركلات ترجيع وخد المباراه وصعد لنصف النهائي. انشيلوتي دايما بيلعب بطرق مختلفه على مستوى التشكيل حسب ظروف المباراه. المدرب الجيد هو المدرب، ولا المدرب الرائع ولا الممتاز، هو اللي يقدر يقرا المباراه خلال اثناء المباراه وهي شغاله.
يقدر يعدل في التشكيله، يقدر يعدل في لاعب، يقدر ينزل لاعب يصنع الفارق. انشيلوتي من نوعيه المدربين اللي بتقدر تغير في المباراه اثناء ما هي شغاله. هو دايما بيلعب بطريقه 4-4-3-3، دايما بيلعب بيعتمد، لكن مش دايما بيلعب بثلاثه. يلاقي هو بيدور على أربع لاعبين في الوسط، بيلعب قدامهم ثلاث لاعبين، وبعد قدامهم بلينجهام، وقدام فيني ورودريجو. دايما الثلاثه في حاله الهجوم بيتقدموا مودريتش وفالديربي وبلينجهام وفيني ورودريجو، بيتقدموا للهجوم، بيلعب بخمسه مهاجمين. وفي حاله الدفاع بيرجعوا كل اللعيبه، وبقى واحد لاعب بس ورا قدام اللي هو فيني فينيسيوس. فانت طريقه انشيلوتي في التعامل مع المباراه طريقه متغيره، ودايما عنده فكر جديد، ودايما بيفاجئ الناس ويفاجئ الجماهير بالاداء اللي بيلعبه، خاصه ادوار اللاعبين في الملعب. طيب استاذ رضا، الحقيقه لو بصينا للتاريخ والارقام، يعني تاريخ المباريات ما بين ريال مدريد وبايرن ميونخ تقريبا النتائج متقاربه بشكل كبير جدا، لكن لو بصينا للارقام الحاليه والاحصائيات الموجوده حاليا بالارقام كده، مين الاقرب للفوز؟ احنا في المباريات عامه الاداء في الملعب مش معناه الفوز في الملعب، احيانا بالفعل مجريات المباراه كلها بتتغير في ثانيه، ولكن حسب الارقام مين اقرب للفوز؟ الارقام بتنحاز لريال مدريد على مستوى القيمه السوقيه، على مستوى حجم اللعيبه، على مستوى القيمه السوقيه للاعبين، على مستوى التاريخ، على مستوى البطولات اللي حققها ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، على مستوى الوصول لنصف النهائي، على مستوى الوصول للنهائيات. كل الارقام تنحاز الى ريال مدريد، لكن لا يقل ذلك من شان البايرن. طبعا البايرن هيلعب على ملعبه وسط جماهيره ورايح بقوه. احنا كلنا عارفين ان البايرن خسر كل حاجه السنه، ليفركوزن خد الدوري بعد 11 سنه من احتكار البايرن للقب الدوري، خسر كاس المانيا. اعتقد ان احنا نقول صعود البايرن للنهائي هو رد فعل طبيعي للعيبه، عشان كده لما تيجي تقولي هو مين يكسب في المباريات الثقيله ديت، كل فريق عنده الدوافع بتاعته، لكن ما نقولش ان ريال مدريد هياخد افضليه عشان الارقام، الارقام لا تعترض، قدامنا 90 دقيقه والكره في الملعب، مين يفوز ومين يكسب دي اللي تحدده. يعني حضرتك شايف ان خساره بايرن ميونخ للدوري ده ممكن يكون حافز ودافع ليه ان هو يثبت نفسه في هذه البطوله ويرضي جماهيره؟ استاذ محمد، لازم نعترف بالاثنين، لازم نقول انها دافع وانها ورقه ضغط على العين. لازم نعرف ان بايرن ميونخ اللي احتكر الدوري 11 سنه متتاليه خرج خالي المفاض من حتى خسر كاس المانيا. مفيش قدام اللعيبه دي عشان تصنع مد نفسها غير المباراه دي. قدر يفوز وعنده مباراه عوده ثانيه. قدر يفوز في المباراة دي ويظبط نفسه قبل ما يواجه ريال مدريد في ملعبه، هتبقى خطوة كبيرة له. لو فشل أو تعادل أو خرج بنتيجة سلبية، أعتقد ده هيبقى في رد فعل كبير جدا لجماهير البايرن، لأنها فقدت كل حاجة في مجموعة اللعيبة الحاليين. طيب أستاذ رضا، حسب برضو القراءات للفريقين، نقاط ضعف كل فريق، هل هي نفس الأخطاء اللي كانت موجودة على مدار المباريات اللي كانت ما بينهم قبل كده، ولا دلوقتي الشكل اختلف؟ كل مدرب بيلعب بنقاط الضعف بتاعت الفريق بنفسه. يمكن احنا في غرفة الملابس كل مدرب بيجيب فيديو ويشرح طريقة اللعب، حتى في ركلات الجزاء لما يختار لعيبة يقول اللعيبة دي هي هتشارك وهتلعب ركلات الجزاء، بيجهز لعيبته بدري، بيقول ان الحارس ده نقطه الضعف عنده الناحيه اليمين او الناحيه الشمال. لازم تبقى انت مركز في الكلام ده. الحاجه الثانيه، بيحاول يدرب لعيبته على انهم يغيروا طريقه اداء الركلات الترجيح او ركله الجزاء داخل المباراه، لانها مثلا مودريتش بيسجل على اليمين دايما، كل حراس العالم عارفين ان هو بيلعب كره على اليمين. فبالتالي حتى المدرب، غرفه الملابس استاذه جمانة فيها الكثير من الكواليس، فيها احداث كثيره واسرار كثيره ما بتخرجش الا بره الملعب، ممكن في خناقات بين المدرب واللعيبه، ممكن في شد بين اللعيبه بينهم بعضيهم، في حاجات كثيره جدا. غرفه الملابس هي غرفه اسرار كل فريق. طبعا. كل فريق هينزل الملعب هيدور على نقاط الضعف، وكنا احنا كجماهير متابعه في المنطقه العربيه بنشوف ان الفرق دي ما عندهاش نقاط ضعف. وانت بتتكلم عن الجماهير العربيه، ولو هنتكلم عن الجماهير المصريه، اعتقد ان احنا غالبيتنا بيشجع ريال مدريد وغالبيتنا مستني. نعم، يعني كلنا بنشجع ريال مدريد، يمكن احنا بنشجع ريال مدريد وليفربول عشان محمد صلاح ده طبعا، لكن لما يتقابلوا هما الاثنين بنروح مع صلاح شويه،
طبعا عشان خاطر صلاح بس. طبيعي محمد طيب. صلاح المروان المصري حاجه، شرف لينا في الدوري الانجليزي وشرف لينا في دوري ابطال اوروبا، ودايما صوره جميله لمصر في حاجه احنا نتمنى نشوف نجوم كتير زي محمد صلاح في الملاعب الاوروبيه. صحيح، وانت بتتكلم في البدايه لما اتكلمنا على انشيلوتي وتجربته، الجميل في الامر انه بيقدر يتعامل مع معطيات المباراه في وقتها، يعني بيشوف المباراه ماشيه ازاي، مش بيحط خطه زي بعض الناس، ويمكن دي نقطة تضاف ليه، لأن في ناس كتيرة بتشجع أي فريق، يعني أنا كنت شايف أكتر من تعليق كده من الناس يقول لك أنا هشجع أي فريق بيروحوا أنشيلوتي. يعني أنشيلوتي خلي بالك هو قاد الباير قبل كده. يعني هم الفكر بتاع أنشيلوتي موجود في الباير، محافظين طريقة لعب. يعني هو رغم إن هو مدرب تاريخ وعمل شغل كتير جدا مع ريال مدريد وعنده فكر كبير بيدخل بيه المباريات، وكل مرة بيفاجئنا بشغل جديد، شغل جديد على مستوى الخطه، شغل جديد على مستوى دفع اللاعب يقوم بادوار معينه، شغل جديد للاعب اساسي في التشكيله بيتغير طريقه لعبه في المباراه. انشيلوتي مدرب كوكتيل له خبره كبيره في الملاعب والراجل مخضرم، لكن في نفس الوقت لعيبه الريال الباير حافظين طريقه انشيلوتي بحذافيرها، في لعيبه منهم موجوده اتعلمت على ايديه، وبالتالي الاسلوب في الملعب هيبقى متقارب، وعشان كده انا بقول لك من الصعب التكهن بقيه المباراه. كل شكر ليك الاستاذ رضا سليم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا.